لا. هنبدأ بالذكرى. ذكرى، كلميني عن نفسك في البداية، ازاي اخترتي او جاتلك موهبة الكتابة؟ انت ازاي مع نفسك؟ انا بكتب من وانا صغيرة، بس مش قصايد يعني، هي حاجات بسيطة كده. لحد مثلا من ثانوي ابتديت ان انا بقى ابتدي ان انا خلاص اكتب قصيدة كاملة، بس ما كانش عندي جرأة بقى ان انا اطلع للناس واتكلم وشوية خجل كده، لحد ما خلاص اخدت القرار ان انا هواجه الموضوع. بس فقررتي؟ فقررت، عملت شوية حفلات مع صحابي وطلعت كذا حاجة وايفنتات وكده، فالحمد لله لقيت قبول من الناس، فقررت بقى ان انا اكمل يعني اخد ده طريق ليا. طب محضره قصيده ايه النهارده؟ محضره اتنين، حاجه هنكد بيها وحاجه هفرفش بيها. نسمع النكد الاول كبدايه. نبدا نكد؟ نكد على الناس، الناس ما شاء الله مبسوطه فنكد عليهم. تمام. بص، كنت بقول كله دين وسلف، واللي زمان وعدني وخلف هشوفه جاي لي بيبكي وندمان. وقتها لو كنت حتى محتاجالك والله ما رجعالك، علشان جبان سبتني وعشان ضعيف بعتني، كذاب لما قلت بتحبني وكل وعودك عملت عكسها، نظرتي ليك عكستها وشفتك ضعيف، بتحب تكذب وتبان خفيف، وانا مش هعيد في كلامي من تاني، خليك بعيد خليك بعيد احسن لك من انك من نظري زيادة تقل وتكون لي شمس مش ظل، شمسك كانت حامية وظلك دورت عليه ما لقيتهوش، كلامي كان تقيل عليك ما حبيتهوش، علشان حقيقي ومعرفتش اجامل، شخصك ناقص ما هوش كامل، وانا بغبائي صدقتك وغنيتك ولحنتك برغم العجز الواضح في انغامك، ادمنتك وطلعت قليل الاصل، وانا خلاص خدت ضدك مصل وبقيت مش فارقه معايا تغيب اصل، حلال الفرقة لو كانت من ناس زيك، هسيبك تحلم بكلام مني أو حتى بزيك، وتروح لغيري وتعرف قيمتي وتعود وتحلم تلاقيني في أي بنت، وأنا مش أي بنت، أنا اللي مش بالسهل أمنت بيك وأمنت لك، قلبك خفيف وما شافش، أو يعني عشان ضعيف ما كشفش أوراقه من البداية، ومن البداية ياريتني ما حبيت عيونك ولا غميت عيوني عن عيوبك، أنا دلوقتي هسيبك ده خسارة فيك سطرين اتكتبوا في دقيقة، وعشان حقيقة هتوجعك وهتيجي تلومني لكني مش هسمعك، أنا دلوقتي هسيبك ده خسارة فيك كلامي ومعناه، عشان قلبك دلوقتي خلاص يا حول الله. أنا أسف. حول الله يا رب. لا لا، جميلة قصيدة أبدعتها كده إن ذكرى. نتنقل مع ورد أو نور أو الملقبة بورد. ورد ولا نور؟ اسمي نور.